الفاكهة بصراحة أكتر حاجة فيها رخيصة الموز ب12، كان أول ما نزل من أسبوعين كده كان عامل 15 و18، دلوقتي بقى ب12. وعندنا البرتقال ب8 جنيه برضو في المتناول، متناول الناس. والفراولة بدأت تنزل أهي، تبشر عاملة 20 جنيه كيلو، والجوافة عاملة 12 وعاملة 10 نظيفة، وفي ب7.5 اللي على قدها. وفي عندنا الاستفندي عامل 7.5، والكنتالوب عامل 10 جنيه. بس ده مش اي حد بياكله، ده لازم واحد يكون مبسوط عامل جمعية الاول عشان ياكله. والتفاح برضو ب25 جنيه، وفي نوع ب15 وده ب30 جنيه. القشطة عاملة 60 جنيه، اللي هي عبد الرازق، وفي الهندي ب30 جنيه. سعره مش ثابت الموز، يعني يوم ب12 ويوم ب10 ويوم ب8، يعني كده طبيعته على طول. وزي ما قال لك كان ب20 وبقى ب15 وبقى ب12 وعلى كده.